النتيجة المحصلة كلما أنكر ذنبا نكتت فيه نكتة بيضاء، والثاني كلما أنكر أشرب ذنبا نكتت فيه نكتة سوداء. تصير القلوب على قلبين، نوعين من القلوب، قلب أبيض وهو القلب إيش؟ المنكر للشر، قلب أبيض كالصفات، والصفا هي الصخرة الصلبة الملساء، صخرة صلبة ملساء، ما يستقر فوقها شيء أبدا من الأوساخ. قلب أبيض كالصفا لا تضره معصية ما دامت السماوات والأرض، حصانة جليلة كبيرة جدا أمام الذنوب بسبب المباعدة التي حصلت بينه أو التباعد الذي حصل بينه وبينها بالإنكار. والنوع الثاني وقلب أسود مربادا أي كدرا كالكوز مجخيا، يعني مثل الكوب المنكوس اللي في ماء، مثل هذا تماما، كالكوز مجخيا أي منكوسا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قلب متروس بإيش؟ متروس بالفتن، متروس بالشهوات، متروس بالآثام اللي شفطها وقبلها، فهو قلب ليس عليه مزيد، لا يتقبل شيئا فوق الذي فيه، هو يعرف اللي فيه بس، واللي فيه إيش؟ الفتنة والشر والظلمة والفساد، أكثر من كذا ما يتقبل. حتى لو صبيت فوقه ذكر قرآن، تذكير، تخويف بالله، كله ينكفي من ذا الصوب ومن ذا الصوب، هو ما يتقبل أصلا، متعطل، لا يعرف إلا الذي في هذا المعنى. شوف قدر هيش يسوي إنكار المنكر. إذن قيم هذا مؤشر موقفك من المنكر إيش، لما تشوف منكر كيف تكون؟